كان الناس ديال الدرب كاع تاثروا بزاف، خصوص هاد العبد المنتف داك الليله جات تسامح معايا، جا قال لي اسمح لي عمي الحاج، قلت له علاش ياك لاباس، قال لي ساعات ولا وصافي، قلت له ما عمرك تقول لي هاد الهضره هادي علاش، واش عمرك وصلتيني مشاعب، قال لي لا غير بغيتك تسمح لي. سبحان الله، بالفعل هذاك هو الحل، راه الحل ديال الموت. مشى الغد لي في الصباح جاي للدار المحل ديالي باش نحل، كنلقاه باب الكوميساريه منشور في الارض، امه كتغوت، قلت لها مال الزاكي، قالت لي راه ضربوا شي واحد موت حدا الفران، ودرت في البوليس، قلت لها ما عباد الله عيطوا لابيلونس تجي دي السيد عتقوا السبيطار، شي بقى كيشوف شي، شي بقى كيشوف شي عباد الله ديو السيد للسبيطار، عيطوا لابيلونس بصيفتكم الناس ديال الامن، شي بقى كيشوف شي، حتى واحد ما رد عليا بشي حاجه، جات امه قالت لي الله يجازيك بخير، الا ما صدق دق لي على الدار على الراجل قول له يجي لعندي، راه قول له راه الزكي راه كيموت، راه باب ديك الكوميساريه. بالفعل جيت عند الراجل دقيت عليه قلت له تكلم مرتك راه الزكي راه كيموت، مش هذاك، هذيك هي اللحظة ما بيني وبينه الا الخير والاحسان. البارح مع العصر تقريبا سمعت بان راه توفى مشى، واه مسكين البليه، عنده البليه حاجه البليه، ما كيسرق ما كيدير حتى شي حاجه اللي تدعى البليه مخدرات صافي لا غير، وما كيجبد حد، ما كيتعدى على حد، داخل سوق راسو صافي البليه مسكين اللي قاضي عليه الله ي... والنصيحه اش غنقول لهم اختي، راه خص الشباب خصو يخدم، ما خدامش ما عندوش منين يجيب، هذا هو المشكل ديال هاد البلاد، المسؤولين ديالهم ما كاينش اللي يديها فيهم، لا خدمه لا ردمه، هاد الشاب ملي غيمشي يجيب هاد الدرهم باش يمشي يشرب قهوه ولا يشري كارو ولا الا كان بلي، ما عندوش، والديه كذلك ومثال ما عندهمش، الله يكون في العون، انا ما لهم حتى واحد، ولكن هاد المسؤولين خصهم يدبروا لهم فين يخشيوهم، يخدموهم، ولو حتى 2000 درهم في الشهر ولا 1500 درهم في الشهر، الشاب إذا لقاها من شهر الشهر راه غادي يكون في حماس، دابا مسكين كيلقى راسو الصباح كينوض كيلقى والو. في العشيه كيدير لكم مثال، امو ما عندهاش، باه كيدير لكم مثال ما عندوش، واش غادي يدير؟ كيتعطوا ولا شي البليه مساكن راه الله يعفو عليهم، انا هادشي اللي كنقول، الله يعفو عليهم، وهاد المسؤولين الله يهديهم، يديروا شي حل لهاد الناس، يديروا شي حل لهاد الناس، هادشي راه بزاف، الشباب كيضيع، بدون مستقبل، بدون شي حاجه اللي تفيدوا ولا شي حاجه اللي تدعموا ما كايناش. نتاسفوا للوفاة ديال هاد الشاب اللي كان على يد شاب اخر. انا هذا الشيء اللي كنقول لك، كما كيقول لك انا ما كنحملوش الناس المسؤوليه الساكنه، او كنحملوا التجار المخدرات، هذا الشيء راه ولا عندنا بزاف في مديونه، هذا الشيء راه ولينا حنا المنتج الوحيد اللي عندنا في مديونه هو المخدرات، الشباب كي كيفيق يلقى المخدرات، يعني تفرشت لينا هذا الشيء بزاف، وكناشدوا حتى الناس تاع الوقايه المدنيه كنقول لهم خاصكم تخدموا، راه عيب انسان كي تضرب مع السبعه الصباح ما كتجيو حتى للتسعود، يعني اش من عمل اش هذا الشيء. ومع ذلك والناس ديال السبيطار الاقليمي كنقول لهم من هذا المنبر ديالكم كنبغي ندوز لهم هذا الميساج بان راه عيب بنادم كيمشي لتما وكيترمى ما كيلقى حتى شي حاجه، ما والو شي حاجه اللي كاينه ما كايناش، اللهم الله ياخذ الناس الحق في الناس المسؤولين في هذا الشيء. حديث غير مساله تصفيه حسابات، حساب بيناتهم قديم كيقول لك، كما كيقولوا حساب قديم بيناتهم، هذاك درويش، ولكن كما تعرفي جرعات المخدرات والمخدرات الصلبه، لانه لا عيب مديونه بحال هذا الحجم تولي فيها المخدرات الصلبه، راه قاصحه بزاف، كنعاونوا الناس نقولوا من هذا المنبر، الناس خاصكم تخدموا، راه عيب، راه هذا الاقليم راه تهمش بزاف. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ايام 24 عيونكم التي لا تنام.